أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة. ردي بسيط جدا طال عمرك. يعني أنا جزء من منظومة التحالف المضادة للتواجد الإيراني والعميل الحوثي في اليمن العربي. إنما لي ملاحظات معينة، خلنا نأخذها حنا واحدة واحدة. يعني الأول، الحوثي استهدف عدة مواقع سعودية من بينها أرامكو. ما دام الضرب وصل الآن إلى البترول، وهذا الكلام تكلمنا عنه كثير، الغرب الآن والشرق الذي يوجع هو النفط. إحنا بس نقول كلمتين، ضربوا مواقعنا وإحنا راح نخفف إنتاجنا من النفط، فورا راح تصير أزمة عالمية فورا. مو بس السعودية تخفف، ودول مجلس التعاون كافة. معناها شنو؟ إن قللنا الإنتاج راح يرتفع سعر النفط، راح نأثر على كل دول العالم. هذه أول ضربة إحنا نوجهها للحوثي وإيران ومن يسكت عنهم، أولهم الولايات المتحدة وأوروبا. ثانية، الجماعة هذول الحوثيين ضربونا في عدة مواقع عسكرية. إحنا نضرب المواقع العسكرية، لكن أحد الأماكن المهمة اللي يطلع منها الشر هذا كله هو مطار صنعاء وميناء الحديدة. فلا نطولها، يعني خلاص ما دام المسألة بهالطريقة، وهذا العالم مو راضي يفهم، كلمتين ورا ضغطاهم، صاروخ مقابل صاروخ. وين يضربنا؟ تجمع سكني راح نضرب تجمع سكني، أبار نفط راح نضرب أبار النفط، مطار راح نضرب المطار. بهالطريقة هذه العالم راح ينتبه أكثر. مو بس هذا، احنا راح نطورها أكثر. جريفيث اللي هم جايبينها لنا الآن عشان تفاوض معانا، إعلان واضح من حكومة اليمن، لا نقبل بوجوده ويجب طرده. الحديدة مو نتراجع عنها، نستمر الآن في ضغط كامل ولا بد من تحريرها، لأن هي أحد وسائل توصيل الأسلحة والمعدات لهم. أربعة، الأسلحة المستخدمة كلها أسلحة بتصنيع إيراني، مو هذا اليمني المتخلف راح يصنع هذه النوع من الأسلحة. وبالتالي العدو الحقيقي الرأس هو إيران. إيران لابد أن تضرب في مفاصل معينة، في الأحواز، في بلوشستان، في سوريا، في العراق، في اليمن، في لبنان. إيران أيضا لازم تضرب بطريقة أو بأخرى عن طريق تنظيمات الموجودة عندهم، الحوثيين وعندهم حزب الله وحزب الدعوة وعندهم الحشد الشعبي، عندهم ناس كثيرين، وسرايا الأشتر في البحرين وحزب الدعوة بالكويت، حزب الله بالكويت وغيره. نفس المنطق، مثل ما في حزب كونت إيران عن طريق الحزب ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني، نسوي نفس المنطق الحرس الثوري مالنا إحنا، تجمعات مالتنا إحنا. هذا هو المفروض يصير. واحدة بوحدة، العين بالعين والسن بالسن والنابالم بالنابالم والعمق بالعمق والبادي أظلم. هذا اللي إحنا مفروض نسويه، نضرب العدو في عقر داره. وسائل تمويل إيران من أي مصدر كان، كما يحدث بالكويت اليوم بعد ما اكتشفوا الخلية الجديدة، سواء بالتمويل أو بالتدريب أو باستخدام الذهب أو المجوهرات أو الساعات الثمينة أو غيره، أو تحويل الخمس أو غيره، كل هذا يجب أن يقف. مو بس عن إيران، وعن أي دولة تدور في فلك إيران، وأنا أعني بها أنظمة الحكم في سوريا والعراق ولبنان واليمن. دكتور ناصر، بالعودة إلى اليمن، برأيك إلى أين يعني يتجه الصراع اليوم في اليمن وسط استهداف الحوثيين لمواقع عسكرية أمنية تابعة للحكومة وأيضا مواقع مدنية؟ وهل التحالف العربي في اليمن اليوم وأيضا الحكومة اليمنية يعني إلى متى ستكون قادرة على كبح جماح الحوثيين في المنطقة برأيك؟ احنا قادرين طال عمرك على مواجهه ايران وعلى ربع ايران الموجودين في المنطقه، ولن يؤثر فينا اقتصاديا هذا الامر. اذا كانت ايران من 1979 مقاطعه وتعاني وتفعل هذا كله، فنحن بالتاكيد اقوى منهم. المهم ان نتعامل معهم بالمثل واشد، وهذا المفروض يكون، هذا المتوقع من حكومه اليمن ومن حكومات التحالف بقياده المملكه العربيه السعوديه. ايران عدو، ولا يمكن التفاهم مع العدو الا بقتله هو ومن يواليه في المنطقة. إحنا عادة حقيقة ما يهمنا هذا كله. أنا أتمنى الآن أن نترك الأقوال ونتجه إلى الأفعال. أي دولة ما توقف معنا، ونقصدها بعناية، إحنا محتاجين الطائرات المسيرة، سواء تصنيعنا إحنا أو تصنيع باكستان أو الصين أو روسيا أو أوكرانيا أو عن طريق تركيا. هذه الطائرات المسيرة يجب أن نمتلكها ونخليها على مدار الساعة فوق الأجواء اليمنية، نضرب فيها كل هؤلاء الحوثيين الموجودين ونذيقهم كما أذاقونا.
العين بالعين، يقتلونا نقتلهم، يقتلون مدنيين نقتل مدنيين، يدمرون موانئنا ندمر موانئهم، مطاراتهم، موانئهم النفطية وغيرها، لن نترك أحد فيهم. هذا هو العقل والمنطق الذي يجب أن يفهمه الحوثي والإيرانيين. أشكرك على هذا التوضيح. كنت معي ضيف كريم من الكويت الدكتور ناصر محمد المصري مستشار أمني، شكرا لك.